صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. اليوم احنا في بداية اكتوبر، اول ويكند في اكتوبر. درجة الحرارة نزلت تحت الصفر اليوم، فبداية مبشرة. حبيت احكي معكم عن موضوع انا بقصدر هالصبحيات، موضوع مهم جدا، هو عمليات النصب اللي بتصير في كندا. خليكم معنا. امبارح على قناة السي بي سي اللي هي القناة الرسمية الكندية طلعوا فريق تيمز راح على الهند عشان يعمل كراك داون لمؤسسات، يعني بحكي لكم اياها مختصر، مؤسسات بتصلوا بالكنديين، عاملين كول سنترز وبيعملوا عمليات نصب. يا جماعة، اذا اجاكم اي تلفون في عدة عمليات نصب، بحكي لكم بعضها اليوم اللي سمعنا عنها وعرفنا عنها، بس اجاكوا اي تلفون بطلب منكو private information لا جاوبوا. اي شركة او مؤسسة حكومية او بنك او اي مكان اذا بده منك اي شغلة ببعث لك letter على البيت. يس، احنا لسه عايشين بعصر letters، بس ما ببعث لك شغلة او بتصل فيك واحد وبقول لك اعطيني اسمك كامل. طب انت المتصل فيه، فهمتني كيف؟ احد عمليات النصب اللي صارت انه يتصلوا فيك ويقولوا لك احنا من وكالة الضريبة الكندية اللي هي CRA، وعليك انت ضريبة مش دافعها مبلغ كذا كذا ولازم تدفعها الان. اوكي، ممتاز. طيب، شركة الضرائب او مؤسسة الضرائب الكندية ما بتتصل فيك، بتبعت لك رسالة في صندوق الماي اكاونت الخاص فيك تبع الضرائب، وبتدخل انت عليه وبتشوف الرسالة، يعني حتى ببعتوا لكش بالايميل شو مكتوب في الرسالة. اوكي، الان خلينا نمشي معهم. راح يسألوك شوية اسئلة، confirm please your phone name، احكي لي اسمك، انت حضرتك بتحكي الاسم وتاريخ الميلاد، وهذا بيجي بقول لك انت عليك مثلا $1,000، بتقول له طب كيف دفعهم؟ بقول لك هلا اذا ما دفعتهم بدنا نروح على بتجيك الشرطة خلال نص ساعة. ما في منه الحكي هذا يا عم، ما في منه. خليهم يجوا، شو بيسووا لك؟ يعني انت مش دافع ضريبة تحطوك بالسجن؟ ما حطوك بالسجن، اخرها بقول لك روح ادفع الضريبة تبعتك اذا عليك ضريبة. ما في الشغلة زي هاي، يعني الاقتحام الضرائبي هاي لشغلات بتكون بالملايين وبتكون تهربات ضريبية لسنوات، فما تخافوا من هذا الموضوع. يعني اذا عليك حتى تهرب ضريبي او انت مش دافع الضريبة، ولا اسهل منها بتروح تتواصل مع مستشار محاسبة، بروح بيعمل لك كل الموضوع وبقول لك انت عليك مبلغ كذا وعليك تدفع شو اسمه اضافي مبلغ كذا لانك تأخرت في دفع الضريبة. هذا كله، وشركة الضرائب بتقول لك مشكور، فهمتني كيف؟ فشو بروح بقول لك روح، هذا اللي بتصل فيك بقول لك روح على اقرب محل او سوبر ماركت واشتري لي الايفون، شو بسموهم هذول، البلاي ستور، مش بلاي ستور، الابل ستور كاردز. يعني شركة الضرائب بدها ابل ستور كاردز، بقول لك لانك انت ما عندك شيء احنا بدنا نجد اقرب حل فبدنا ابل ستور. فانت بتروح تشتري من ابل ستور كاردز $200 $2000 $1,000، وبتروح تبعت له الرقم تبعها، خلص بتروح عليه، ما في شيء يو كان تراك هيم، وما في شيء بتقدر تجيب. بتصير في الضرائب في النصب اللي هم بيجي بقول لك احنا من شركه كولكتنج ايجنسيز، يعني شركه تحصيل ماليه. خلينا نطلع من هون في تراك، شركه تحصيل ماليه. ايش بقول لك؟ انت مش دافع الكريدت كارد رقم كذا 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 وعليك تحصيل مالي مبلغه كذا كذا كذا. طيب ابعتوا لي رساله، قال لا احنا بنحاول اول شيء نحل الموضوع بيننا وبينك. ما بدي تحلوا الموضوع بيني وبينك، بعت لي رساله على البيت اشوف شو علي وقديش علي، وانا بعديها بتواصل معك رسميا، انا شخصيا بتواصل معك. الطريقه الثالثه اللي بنصبوا عليها شغلات الاي تي، الكمبيوتر. معظمنا عنده مايكروسوفت كمبيوتر في البيت، لابتوب او هذا، اتصل فيك بقول لك انا من مايكروسوفت، وجدنا انه عندك فيروس خطير على الكمبيوتر تبعك ولازم الان نحلل لك اياه
انت بتقول لهم اوه عن جد؟ بتقول لهم اه. ادخل على كمبيوترك اذا انت بالبيت، بضل معك على التلفون الزلمه. ادخل على المكان الفلاني، اكبس على الشغله الفلانيه، شفت هاي الشغله الفلانيه، طلعت لك هاي الشغله؟ بقول لهم اه طلعت لي. بقول لك ها شايف في عندك فيروس، خلينا ننظف لك اياه. في عندك طريقتين، يا اما تشتري التول التاليه حقها مش عارف $300 اونلاين، او خليني بس اعمل اكسس وانا امسح لك اياه من عندي. فمعظم الناس يقولوا لا 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 خذ هاي الاكسس. بقول لك طيب اعطيني الاي بي ادرس، بعطيه الاي بي ادرس، بدخل على الكمبيوتر تبعك، والاخ بكون انت هو بورجيك شو بسوي، وبنفس الوقت بكون عم بسحب كل الصور والبيانات وملفاتك. بعد ربع ساعة بقول لك انا هاكر، بياناتك كلها عنا، صورك كلها عنا، يا بتدفع لنا $1000 عشان ترجع لك البياناتك ونعملها ديليت من عنا، او نرجع لك اياها، او احنا بننشرها على الانترنت، وكان الله بالسر عليم. في ناس كتير بوقعوا بهذه الشغلة. في هلا شركة كتير انشهرت صينية، بتصلوا بالعالم، الناس مش عم تفهم شو بيحكوا، اوكي؟ بقول لك مش عارف شو عندك انت، بالصيني بيحكوا طبعا، انه عندك بريد واصلك على السفارة، اذا بدك اياه نوصل لك اياه اكبس رقم 1. طبعا كل عمليات نصب، بعدين بقول لك حط الكريدت كارد، انت بتحط الكريدت كارد. فدائما لازم تكون منتبه لهي الشغلات، وين بيعطيك بيحكي معك، يعني ما الحالة هاي تكررت مئات المرات والاف المرات، ما تخلي حدا ينصب عليكم في موضوع الاتصالات الهاتفية. احضروا البرنامج، احط لكم اللينك تبعه، كتير مفيد، رح تشوفوا كيف هدول الشركة او المؤسسة فعلا عاملين عمل مؤسسي، يعني شغالين، وايش بتصلوا يعني يمكن من نفس المكان 6-7 طرق احتيال، مش طريقة واحدة، يعني مش انهم متخصصين الاخوان، لا، شركة عامة مساهمة محدودة. ف زي ما الدنيا صبح، هذا الترك لحقنا من الصبح، مش عارف شكله بده ينصب علينا. انتبهوا كتير، هلا بحكي لكمش كل مكالمة راح تجيكم فيها نصب واحتيال، لا، بس خاصة اللي بيجيك بلهجة هندية ومش عارف ايش، انتبهوا منهم، لانه هدول يعني 99% ناس بدهم يحتالوا عليه، خاصة اذا صاروا يطلبوا مصاري وكريدت كارد عن طريق التلفون. هذا الحكي ما بصير في كندا، انتبهوا 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 بليز. يعطيكم العافية والسلام. اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.